بسم الله الرحمن الرحيم. تستمر شركة الفاو العمل لتنفيذ مشاريع الري بأعمال تنفيذ مشروع رفع تعارضات شبكة الري والبزل مع طريق دورة يوسفية لمتابعة وإشراف دائرة المهندس المقيم التابعة للهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة. يشمل العمل أعمال حفر وتطهير وتوسيع والمبازل ونقل الأتربة، وكذلك أعمال مصبات المؤقتة والدائمية للمبازل شاملة الحفريات وفرش الجلمود وفرش السبويس وتثبيت الأنابيب وتغليفها والتكسية الحجرية والدفن المرصوص، كذلك تحويل قناة الجيبتشي مع إنشاء ناظم صدر عدد واحد ومع إنشاء دوار لربط قناة التيجي مع الجيبتشي الشرقي، كذلك الأعمال تبطين قناة التيجي شاملا الحفر والإملائيات الترابية والتبطين لمقطع القناة. نسبة الإنجاز تجاوزت 80%. المهندس محمد عبد العباس العيل مدير المشروع شركة فاو العامة.